كان في بيان النهارده صدر من قناه اون تايم سبورت وقناه الاهلي وقناه الزمالك. البيان المشترك بيقول: لوحظ في الفتره الاخيره قيام بعض الافراد بمحاولات مغرضه على مواقع التواصل الاجتماعي لاشعال نيران التعصب بين ناديي الاهلي والزمالك وافساد الموسم الكروي الناجح والزج بالكره المصريه وانديتها لنفق مظلم. وإزاء هذه التصرفات المشينة، نؤكد أننا نسعى دائما لتقديم إعلام هادف وراق يخدم الرياضة المصرية ويصب في مصلحتها تماشيا مع الميثاق الإعلامي وبعيد تمام البعد عن الإثارة والفتنة، وداعما لكل أركان المنظومة الرياضية باحثا عن استقرار المسابقات واستكمالها بدون مشاكل وفق الخطة الموضوعة من الاتحاد لتقديم مسابقات قوية يغلفها الندية والحيادية والتكافؤ وتخدم المنتخبات الوطنية. ونؤكد أننا سنواصل العمل بهذه المنهجية غير مهتمين بمثل هذه المحاولات الفردية لتعكير صفو الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وسنبقى دائما حريصون على دعم علاقات الود والاحترام بين جميع الأندية وكذا علاقتهم مع الاتحادات واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، وفي ذات الوقت داعمين لمزيد من التنافس الرياضي القوي الهادف لمصلحة الكرة المصرية بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام. انتهى البيان. طبعا كل مشاهدي قناة الأهلي عارفين ان هنا في قناة النادي الأهلي او في قناة الأهلي بنعمل وفق أسس ومعايير وأبدا لا نسيء لأحد، أبدا لا نسيء لأحد. تعودنا حتى لما بيكون في رأي ورأي محايد نخلي رأي محايد يتكلم، حتى في الاستوديو التحليلي حضراتكم لو تلاحظوا في بعض الاستوديوهات بننتقد إذا كان في أخطاء أداء لاعب النادي الأهلي، بننتقد أحيانا مستر موسيماني لما بنشوف خطأ، بس لازم ندعمهم. يعني إحنا بننتقد ولكن لينا أسلوب في الانتقاد أو في النقد، لينا أسلوب إن أنا بنتقد شيء معين أنا شفته بعلق عليه، دي وجهة نظري أو وجهة نظر الضيوف، ممكن تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ ولكن بنقول رأينا، إنما في نفس الوقت بدون تجريح لحد. وما ننساش إن دي قناة الأهلي وداعمين دايما للنادي الأهلي في جميع الألعاب، داعمين للمنظومة كلها، داعمين لمجلس إدارة النادي الأهلي، داعمين لجميع الأجهزة الفنية، داعمين لجميع اللاعبين. أنا إذا كنت بنتقد أو ضيوفي إذا كانوا بينتقدوا، إنما ما بنجلتش، ما بنذبحش، لا، أنا واجبي هنا إن أنا أقف ورا النادي الأهلي، أدعم النادي الأهلي، ده واجبي. وفي نفس الوقت لما بنكون على خلاف مع حد أو حد حتى غلط فينا، إحنا ما بنسيبش حق النادي الأهلي، إنما لما نيجي نرد بنرد بكل احترام وكل أدب، ما بنغلطش في حد خالص، ما بنغلطش في حد خالص زي ناس ثانية. إحنا لأ، احنا لينا منهج ما بنحكش عنه في قناة النادي الأهلي.